تصدرت الصحف العالمية ووكالات الأخبار عناوين تلقي الضوء على زيارة وزيرة المالية الأمريكية جانيت يلين إلى الصين. إليكم أبرزها. جذبت زيارة وزيرة المالية الأمريكية جانيت يلين إلى الصين اهتمام صحف ووكالات أخبار عالمية، ففي صحيفة CNN جاء تقرير تحت عنوان أشياء تجعل من الصعب على يلين إصلاح العلاقة مع الصين، وأوردت الصحيفة أن زيارة يلين إلى بكين صعبة ويزيدها تعقيداً حرب الرقائق والمداهمة على الشركات الأمريكية والقيود الأمريكية المحتملة على الاستثمار في الصين، وأخيراً دعوات أمريكية للتخلص من العلاقات مع بكين. أما وكالة رويترز البريطانية فقالت تحت عنوان يلين تسعى إلى تهدئة علاقة تجارية مشحونة ولكن متماسكة مع الصين، إنه بينما تحاول وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين تثبيت علاقة متوترة بشكل متزايد مع بكين، لا يزال أكبر اقتصادين في العالم مرتبطين ارتباطا وثيقا لكنهما يظهران بعض علامات الضعف في المستقبل. الوكالة لفتت إلى أنه على الرغم من الحديث عن الانفصال الاقتصادي بين البلدين، إلا أن البيانات الأخيرة تظهر علاقة تجارية قوية بشكل أساسي انتعشت في عام 2022 بعد 5 سنوات من الاضطرابات التي سببتها الحرب التجارية واضطرابات فيروس كورونا. أما وكالة أسوشيتد بريس الأمريكية فقالت إن زيارة يلين إلى بكين تهدف إلى رأب الصدع الاقتصادي، ولفتت الوكالة إلى أن العلاقات الأمريكية الصينية تمزقت بسبب الخلافات حول التكنولوجيا والأمن وحقوق الإنسان وسياسات بكين الحازمة في الخارج ودعمها لروسيا خلال حربها على أوكرانيا. وقال مسؤول وزارة الخزانة إن يلين حذرت من أن الانفصال بين أمريكا والصين من شأنه أن يبطئ النمو الاقتصادي والابتكار للبلدين، بل وأكثر من التحذير فقد خططت يلين لتشجيع المسؤولين الصينيين على العمل مع واشنطن في المجالات ذات الاهتمام المشترك بما في ذلك تغير المناخ. وللنقاش أرحب بضيفي من القاهرة الدكتور مدحت الشريف أستاذ الاقتصاد السياسي. أهلا بك معي دكتور مدحت، وبداية هل نتوقع تقدما أو اختراقا حقيقيا لمسار العلاقات بين بكين وواشنطن جراء هذه الزيارة برأيك؟ أهلا بحضرتك. أعتقد أن يعني الموضوع هيبقى حوار طويل الأجل، أعتقد أن يكون هناك تقدم ملموس أو اختراق للعلاقات الفاترة ما بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين في الوقت الحالي. يعني خلينا أقول هو مبدأ أساسي هو الحفاظ على التواصل ما بين الجانبين، وخصوصا في ظل الحرب الاقتصادية التي بدأت في عصر الرئيس ترامب وامتدت مع إدارة الرئيس بايدن أيضا. كان هناك عدد من العقوبات والإجراءات الحادة التي اتخذها الجانبين، ويمكن الولايات المتحدة الأمريكية في عصر الرئيس ترامب كانت البادئة، وأبرزها زي ما كان التقرير دلوقتي بيحدد بعض النقاط أو أبرزها يمكن حرب الرقائق الآن، سواء المواد الخام اللي بتصنع في الولايات المتحدة والغرب بشكل عام وتكون مصدرها الرئيسي هي الصين. وفي نفس التوقيت إدارة الرئيس بايدن أصدرت بعض القرارات خلال الأشهر القليلة الماضية، منها عدم تصدير خلينا أقول المواد والأجهزة التي تنتج الرقائق المعدنية إلى الصين، وحثت على هذا هولندا وكوريا أيضا، سواء الرقائق قمة الصنع أو الأجهزة التي تستخدم في صناعة الرقائق، حين أن المصدر الرئيسي لهذه الرقائق هي الصين التي فرضت بالفعل قيود على هذه الصادرات. ويمكن أوضح في نقطة بسيطة أن أحد المواد الخام اللي احنا بنتكلم عنها الغانيوم، ده الولايات المتحدة الأمريكية من 2018 ل 2021 استوردت حوالي 53% من احتياجاتها من هذه المواد من الصين، مع الوضع في الاعتبار ان هذه المواد بشكل عام هي مواد تدخل في صناعه الرقائق المعدنيه، في صناعه الاسلحه والمعدات، ولذلك الولايات المتحده الامريكيه وضعت بعض المبررات التي تشمل القرار بتاعها بالحظر لبيع المعدات الى الصين بانها مواد تستخدم في صناعات تمس الامن القومي بشكل عام للولايات المتحده الامريكيه، وبالتالي الصين فرضت نفس العقوبات مؤخرا على بعض الشركات الامريكيه التي تعمل في الصين بالفعل، واصبحت هناك قيود على هذه الشركات واضحه،
فده بيؤثر بالتأكيد نعم على الاقتصاد الأمريكي دكتور وبيبقى مدحت، على يعني حظر. اتفضلي. نعم، في ظل هذه الحرب التجارية غير المعلنة والمحتدمة بين الجانبين والتي ذكرت أبرز أمثلتها الآن، يعني في ذات الوقت واشنطن وبالتزامن يعني مع ذلك تكرر حرصها على إبقاء قنوات التواصل مع بكين، ماذا سيحدث بالضبط إن انقطعت هذه وتقطعت كل السبل للتواصل؟ ماذا سيحدث؟ أنا اعتقادي الشخصي أنه من الصعب أن تتقطع كافة هذه السبل، لأن الاقتصادين إلى حد كبير يعني لهم علاقات وطيدة صعب التخلص منها ببساطة في هذا التوقيت، وده بيوضح طبعا تحرك الإدارة الأمريكية سواء في لقاء الرئيس بايدن مع الرئيس الصيني في نهاية عام 2022 وزيارة وزير الخارجية الشهر الماضي الأمريكي إلى الصين، واللي رحب بيها الجانب الصيني، وكان هناك لقاء مع الرئيس الصيني وده برضه خارج العرف الدبلوماسي المتعارف عليه في الصين، بالاضافه الى الزياره الاخيره او الحاليه لوزيره الخزانه الامريكيه مس يلين اللي اسبقها لقاء مع السفير الصيني في الولايات المتحده الامريكيه مستلفاء الماضي. بشكل عام هناك بالتاكيد تضارب قوي، يمكن اذكر على سبيل المثال انا في 2004 كنت في الصين في زياره رسميه وكان لنا لقاء مع الرئيس او نعم خليني اقول مستشار الحزب الشيوعي للامن القومي، وكان سؤال واضح للمستشار متى تتوقع ان يكون هناك صدام ما بين الولايات المتحده الامريكيه والصين في ظل الصراع على الأقطاب العالم، القطبية الواحدة أم قطبية متعددة الأطراف أو ثنائية. يمكن قال رقم واحد بس قال 2017، وبالفعل من 2017 بدأ هذا الصدام الاقتصادي خلينا نقول بشكل عام، نعم لكن لازم إن احنا نضع في اعتبارنا محددات أخرى خارجية خارج ولكن الجانب الاقتصادي. نعم دكتور أكمل بس مدحت النقطة كيف، الأخيرة نعم تفضل. يجب إن احنا ننظر بشكل أشمل خارج النطاق الاقتصادي ايضا قضيه تايوان وامداد الولايات المتحده الامريكيه باسلحه بشكل مكثف لتايوان، وده اللي خلى تصريحات المسؤولين الصينيين يتحدثون على ان تايوان تحولت الى برميل بارود، وبالاضافه الى ان بعض الصراعات الموجوده في بحر الصين الجنوبي زي الصراع على بعض الجزر اسمها سبراتلي ايلاند مع بعض الدول الحليفه للولايات المتحده الامريكيه، والولايات المتحده الامريكيه بتدعم هذه الدول في نعم عمليه الاحتكاكات المستمره في بحر الصين الجنوبي. نعم يعني وقبل أن نتحدث عن التفاصيل هذا التصعيد العسكري دكتور مدحت، يعني في ذات الشق الاقتصادي، يعني هناك تجديد أمريكي كبير لمنع وصول الصين للتكنولوجيا التي تخص الرقائق الإلكترونية كما أسلفت، في الوقت الذي أكدت فيه يلين خلال هذه الزيارة أن فصل اقتصاد الدولتين يكاد يكون مستحيل عمليا، كيف يمكن التعامل مع هذه المعادلة الصعبة؟ اعتقد ان يجب ان يكون هناك توائم من كلا الطرفين، اكيد الطرفين هيبقوا يعني خلينا اقول في ظل ازمه اقتصاديه بيصنعها هذه السياسه المتشدده من الطرفين، يجب ان يكون هناك التوائم بالفعل. انا لا اعتقد ان هناك مبرر واضح لهذا التصعيد، لان اذا كنا نتحدث عن مقتضيات امن قومي للولايات المتحده الامريكيه او الصين اعتقد ان الامر قائم منذ سنوات طويله، واعتقد ان كلا الجانبين بيتحلوا يعني بقدر من الحكمه لعدم التصعيد. التهور في هذه المرحله امر غير مقبول اقتصاديا او عسكريا. واعتقد ان الاتحاد الاوروبي منذ عده ايام اصدر بيان بينتقد فيه او بيحث الصين على اعاده النظر في القيود اللي فرضتها على 32 ماده خام او معدن بيتم تصديرها لدول العالم وتستفيد منها دول اوروبا بالتحديد، واشار الى ان بشكل عام ان هذا الصراع ما بين الطرفين لا يخدم بشكل او باخر الامن القومي للدولتين، بل بالعكس انا شايف انه بيضر بيهم، وده بالفعل كان راي الاتحاد الاوروبي ايضا في البيان الذي اصدره. نعم جزيل الشكر لك دكتور مدحت الشريف استاذ الاقتصاد السياسي، كنت ضيفي من القاهره.
على وقع ازدياد التجارة بين الصين وأوروبا، أعلنت الشركة المشغلة للسكك الحديدية في الصين أنها تستعد لتشغيل قطارات شحن جديدة. وأكدت الشركة أنه من يناير إلى يونيو العام الحالي تم تشغيل نحو 8650 قطار شحن بين الصين وأوروبا تحمل 936 ألف حاوية من البضائع. هذا وتمثل الصين ثالث أكبر سوق تصدير في الاتحاد الأوروبي بعد الولايات المتحدة وبريطانيا، وسط مساعٍ مستمرة لزيادة حجم التبادل التجاري. ووسط الحديث عن زيادة التبادل التجاري بين الصين وأوروبا، كيف تبدو تلك الزيادة وكم سجل حجم التبادل فعليا؟ نتابع. لم تمنع الخلافات السياسية بين الاتحاد الأوروبي والصين من زيادة التبادل التجاري بين الطرفين، مطار ببكين تشغيل 8641 قطارا تجاريا جديدا لنقل البضائع إلى أوروبا. وتقدر الصين أن تلك القطارات المستحدثة حملت 936 ألف حاوية من البضائع بزيادة سنوية وصلت لحدود 30%. واقع يتقاطع مع البيانات التي تحدثت عن ارتفاع إجمالي حجم التجارة بين الاتحاد الأوروبي والصين بنسبة حوالي 23% في 2022 مقارنة بالعام 2021. وأظهرت الأرقام الصادرة في يونيو أن الاتحاد الأوروبي صدر أكثر من 70 مليار يورو من المنتجات إلى الصين في الفترة من يناير إلى أبريل بحسب بنك باركليز، فقد وصل التبادل التجاري بين الطرفين إلى 912.6 مليار دولار بحسب إحصاءات اليوروستات. وفي عام 2022 نما إجمالي حجم التجارة بين الصين وألمانيا بنسبة 20.9% على أساس سنوي ليصل إلى 318.8 مليارات دولار وفقا لما ذكره مكتب الإحصاء الفيدرالي ديستاتس. بدوره شدد المجلس الصيني لتعزيز التجارة على أن التدفق الاستثماري للشركات الصينية إلى الاتحاد الأوروبي بلغ 7 مليارات دولار،